هذه عرفت انا في 2018. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنوض الصباح ربي وتروح تسخاوات تلقى فيديو طلع لك سكور. قلت السيد هذاك اللي يدعي لي يقول لك فلسطيني في دار مخرج مش فلسطيني اللي خرج لها الفيديو واش راه عقبي. كملت القهوة دخلت الفيسبوك لقيت الفيديو هذاك. دونك واش حبيت نقول لكم، وحنا كنا نتهموا الفلسطيني هذاك نقول له يا خاين منا فين المو خرج ماشي فلسطيني، خرج بلي هذاك حبيبها عاشقها اللي كانت معاه. قال لك السيد راني من 2018 راني معاها وعلى باش كانت مزوجة بلكي كذب. قلت له قالك كنت مطلق. دونك هنايا فيها ان القضية تاعها على خرجت في الوقت الحساس هذا، وشكون الراجل اللي كان يهضر معاها، شكون الراجل اللي كان يهضر مع هذا السيد يقول له انت فضحتني ومنا وشي بزاف حوايج. دونك خوتي واش راح نقول لكم بلي القضية هذه فيها لوش وفيها علامة استفهام، بس بوش العقبي ممثلة يبغاها بزاف الناس. دونك فيها ان والقضية نتركها لأهل اختصاص، حنا خاطينا حنا نقول له برك ستر ما ستر الله. دوك هي فايحة ولا ماشي فايحة ولا واش دارت هي حياتها، بصح واحد يقول علامة استفهام. دوك ليا تبين واش كاين. السلام عليكم، خليكم تفرجوا الفيديو. هادي عرفتها انا في 2018 في باريس، ما على باليش بلي كانت مزوجة، فهمتني؟ كيفاش انا كعرفتها؟ كيفاش ما على بالكش؟ ما على باليش بلي كانت مزوجة انا. كيفاش يعني انت دوك انا كي نتعرف بواحد الطفلة هنايا في اوروبا، كي نتعرف بواحد الطفلة ما تسقسيهاش انت مزوجة مرتبطة عندك انجيجي معك شي واحد ولا هادي، ما تسقسيهاش كيفاش يعني انت زعما ديريكت نعست معاها وما على بالكش باللي مزوجة. شوف نورمالمون ما عنديش باش نفهمك باسكو ما دخلكش الهضرة هادي، باش دوك نقنعك انايا. ماشي المرأة هادي عرفتها في 2000. انت لازم تبين للمشاهدين للعباد للفاميليا ديالنا تاع الجزائر. واش من مشاهدين؟ راك خمشتني وخمشتها اخو، راك خمشتني وخمشتها باش نفهم. لا اسمعني اسمح لي اسمح لي خويا طاهر، انا درت فلوتي على الوجه ديالك على جال ما على باليش شكون انت، ما على باليش واش تخدم. انا خممت باللي تكون كشيف كشيكور كش واحد كبير في هذه العباد، ما حبيتش نضرب معاك انت. انا البروبليم ديالي مع بشرى العقبي. شيكور انا شوف يا شيكور، على شيكور انا ما على باليش شكون انت يا انا دوك. هذا اول خطره نشوف وجهك ونهضر معاك. انا شفت التصويره ديالك، ماشي انا خرجت جيبا باسكو بينتو ودي انا ما درتلكش الفضيحه. انا كاع شفت الدنيا كاع عيطتلي. انا ما درتلكش الفضيحه ليك نتايا، هما اللي خرجوا التصاور ديالك. هما هي بشرى العقبي، هذه البنت الجايحه هذه الفايحه، هي اللي طلع خرجت التصاور ديالك وخلاص. هذا زوجي ما تهضرش فايحه ولا ماشي فايحه، راهي وليا كنت خرج معايا وبينه وبينها صرا مشكل هكذايا. المشكله هذايا بينه وبينها، انت ما كنتش نورمالمون لو كنت بنادم متفاهم ما ديرش عفايس كيما هادوما باسكو حرام عليك. وراك تقبتني وتقبتها، ونقول لك حاجه، انا ما نطلقكش. وهذيك تاع مراه مزوجه وتخرج معها هذيك ما تدخلكش، والمراه هذيك عرفتها ما عرفتهاش باللي مزوجه، انا عن بالي مطلقه فهمتني. خرجت معها قالت لي باللي انا مطلقه وكنا كيف وعرفتها في 2018 اوت 2018 وانا معها فهمتني. وما عرفتش باللي طلقت في مارس، في مارس اللي طلقت بها هذوك. قلت لونكا ديالي باللي خرج في مارس واش عارف انا لو 27 ولا 29 ولا 30 على بالي بلي طلقت. معليش اسمعني، يعني انت حبيت تقول لي انت عندك من اوت 2018 ها بال 2018 هي طلقت. هي طلقت في مارس 27 في اخر ايام مارس. ما على باليش في مارس 27 ولا البريمير 2019 طلقت. هي دارت الطلاق 27 هي حوس في الجوجل، حوس في جوجل ولا في اليوتيوب ولا هذه يخرج لك. هي طلقت ب 27 مارس تاع 2019، يعني انت بقيت معاها قريب الخمس ست شهور وما على بالكش باللي مزوجها. اسمح لي راك انت راك تنعس مع وحده مشهوره كيما هذه، ممثله مشهوره في الجزائر كاع. جامد حوس في جوجل اللي مزوجه ولا مش مزوجه ولا مطلقه ولا شي مطلقه. ما دخلكش بينه وبينها، ما عندك ما تدخل في روحك انا فهمتني. هي قالت نصيحة. هي قالت انت تحكي عليها، انت هي قالت انت زوجها كيفاش تتزوج وحده مزوجه؟ ما فهمتش. مش مزوجك شو حي مزوج؟ عطاوك لي بريد فامي، جبت لي لاك دمارياج لي بريد فامي، ما مزوج، ما كانت مرتي، ما كنت مفتح معاها انايا. ما تفهمناش صح، عرفتها قطعت نزوج بها، ما تفهمناش بيني وبينها. ربي سهل عليها وانا ربي سهل عليا. هذيك وليا عندها بنات
بصح ماشي امور ديرهم هكذا في الفيديو يعني خويا. انت ما فتحتش عليها؟ ما فتحتش عليها انايا، ما فتحت، ما تزوجت بها والو والو جاب. وين فتحت عليها؟ وين تزوجت بها؟ كيفاش متزوج؟ عندك 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 عقد كيفاش تلاقيت باباها؟ كيفاش تلاقيت باباها؟ انت ماشي ماشي مزوجها ولا هذه؟ كيفاش تلاقيت؟ واش دخلك تلاقيت باباها؟ كنت حنتزوج بها، تلاقيت باباها باش نهضر معاه، فهمتني؟ باش ندير يدي، هذا ما كان، باش ندير يدي عليها. نورمال هذه إيه؟ باش ندير يدي باسكو انا كنت بالحلال تناويها، هذا ما كان باش نسطرها. وعلى سيدو. وعلى حبستو؟ كنا وعلى حبستو؟ وعلى حبستو؟ بينو بينها اخي ما دخلتش. كيفاش بينك وبينها؟ انت داير قضيه عليها في الشرع، انت داير عليها قضيه. انا الحقلي اللي بعث لي الفيديوز، هو اللي بعث لي الفيديوز من الجزائر، قال لي باللي انت بعدين عرفت كي درت الفيديو على بالك. البارح وصلتني الهضره، قلت لهم هذا طاهر شكون هذا؟ قالوا لي بلي طاهر هذا داير عليها قضيه في المحكمه الشرع، انت رافع عليها قضيه تاع ويش؟ انت واش القضيه؟ قضيه طلاق ولا قضيه ويش؟ واش متلاقا شكات بيا واش كيد بيها بينو بينها، فهمتني؟ هذا ما كان واش الشكوى؟ واش بيها انت انا الحقلي، انا ما على باليش، مانيش متاكد. انا الحقلي هضره باللي انت شفت وانا يا ماما ما نقولش نعطيك الشكوى. انا شوف انا ما عندك ما دخلك وما عندي ما نقول لك، فهمتني؟ بصح نحكي لك شكوى. هذه المره كي حبسنا كان بيناتنا دراهم، قلت لها رجعي درامي، قالت لي اوكي نرجعك دراهمك على شهر شهرين ثلاثه، بعثت لها دي ميساج باش ترجع لي دراهمي، ما حبيتش ترجعهم لي. بعد قالت لي ما تزيدش تعيط لي باسكو نشكي بيك. قلت لها ديري واش تحبي، نشكي. راحت شكات بيا، فهمتني؟ راحت عند واسمهم لا جوندارمري، شكات بيا وجاني خبر باللي شكات بيا، مش عارف واش كذبت عليا. قالت لهم باللي فيرق لي فاتوره ودوموند لي في دراهم. انا حكمت بمحامي، هضرت معاه قلت له واش كاين، قال لي وهاد التصاور كيفاش؟ قلت له واش متصاور؟ تصاور كنا كيف كانت تبعت لي تصاور من دارها، وكانت كي كنا كيف كنا نتصوروا هي لعبالها، وكانت تصور هي كانت تصور فيها ونتصوروا كيف دي سوفينير، فهمتني؟ كنا نتصوروا دي سوفينير. قال لي وهاد التصاور ما عندك؟ قلت له ما عندي. قال لي بعث لي فيشي، بعثوا لي فيشي كومبلي باللي تصور، ماشي انا اللي ديتهم لها، هي كانت بعثهم لي بالتليفون تاعها بلا دات بالتليفون تاعها، هم عند المحكمه بعتهم فيشي كومبلي، بعت لي تيكست للمراه هذه كيفاش كانت تعامل معايا. انت انا يبان لي ما على باليش، ما نقدش نقول لك راك تكذب عليا ولا راك تهدر صح. انا الفيديوهات اللي خرجوا من بعد، انا كي خرجت الفيديو ديالي خرجوا بواحد الفيديوهات قالوا باللي راك تضربها وراك قتلتها وراك كنت مزوج فيها وخرجت. لا ولا نضربها قتلها، انا سونكينا انا واش تكتب فيا نضرب نضرب خرجت واش تكتب فيا ايش دفن الفيديو والاطفال يفهمنا واش راه صاري. انا واش بانت لي في الفيديو هذا، الفيديو مفبرك بالك باش ينحتهم عنه، باسكو السيد هذا يسخسيهم بعد يقول واش دخلك بين فاصون مش مليحه، والسيد ويت نرف ما والو. اذا عاد صح الفيديو هذا صحيح، وشكون هذاك اللي كان يهضر معاه؟ وللقضيه كما يقولوا نقاش، داك ماشي ما ولاش هادي دوك في افير تاع شرف ولا السطر ولا هذه قضيه واحده اخرى فيها انه كاين شي حاجه مخبيه مور القضيه هذه ومور الفيديو هذه. السلام عليكم، ان شاء الله الايام القادمه تعطينا الريبونس.